يلعبون الكرة بأوراقهم وأفخاذهم فقط، ولا يسمح للاعبين من الرجال أو النساء باستعمال أرجلهم أو أيديهم أو رؤوسهم حتى أثناء المباراة. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عادات وشعوب. هنا المكسيك، موطن لعبة البيلوتا أو الأولاما، إحدى الرياضات النادرة في عالم الكرة والمتوارثة منذ مئات السنين، لكنها لا تزال حاضرة ولها جمهور عريض هناك. في ملعب يبلغ طوله 40 متر وعرضه 5 أمتار، يتجمع لاعبو البيلوتا وكل فريق يضم 5 لاعبين يرتدون ملابس تقليدية. هذه الكرة صنعت من المطاط الطبيعي، لكن وزنها يختلف بحسب اللاعبين. فوزن كرة الرجال 2.8 كيلوغرام، وكرة النساء تزن 2.4 كيلوغرام. أما بالنسبة للأطفال ف1.5 كيلوغرام. وبسبب الوزن الزائد للكرة تزيد الكدمات والردود والإصابات. Es difícil porque los golpes de cadera y el peso de la pelota y el largo de la cancha son 40 metros por 5 de ancho. Entonces es difícil, se tiene que tener mucha técnica, se tiene que tener mucho entrenamiento, mucha paciencia, mucha resistencia también porque la pelota es muy pesada, los primeros meses duele. البيلوتا تعتبر لدى المكسيكيين لعبة مقدسة، فهي ترتبط تاريخيا بأرواح أجدادهم، ويعتبرونها تخليدا لهم ولماضيهم وتكريما لهم. لذلك تتضمن اللعبة العديد من الطقوس الروحانية والصلوات والاحتفالات والموسيقى وعزف الطبول والنفخ في أصداف المحار والرقص، كما يتم حرق البخور لمباركة اللاعبين. Espiritualmente yo siento que es como un equilibrio entre el bien y el mal. El botar de la pelota es como el equilibrio entre el bien y el mal. El bien y el mal. Es hallar el equilibrio, la armonía, ¿no? Mediante el bote en el juego de pelota. في عام 2021 استضافت المكسيك نهائيات كأس العالم لهذه اللعبة بمشاركة 5 دول من أمريكا الوسطى، آملين في إنقاذ ثقافتهم وتكريم آلهتهم. Obviamente sigue siendo un juego sagrado para nosotros. Porque tenemos que honrar la memoria de nuestros abuelos. Tenemos que honrar a nuestros dioses mayas, por eso para nosotros sigue siendo una ceremonia el juego de pelota. لعبة البيلوتا متعددة القواعد، بعضها يسمح باستعمال اللاعبين لركابهم، كما توجد نسخة منها تشبه لعبة الهوكي، لكنها تعتمد على كرات النار بدلا من المطاط. شاركونا آراءكم، هل ترغبون في ممارسة لعبة البيلوتا يوما ما؟